السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على آخر محاضرة لينا في الموديول في الفارما، في الموديول فارما فيسيولوجي، اللي هي البارا سيمباتاتيك ديبريسنت. البارا سيمباسوميميتكس. النهاردة هنتكلم على البارا سيمباسوليتكس. الأول نعرف إن أنا عندي البارا سيمباتاتيك بيقوم بالشغل بتاعه عن طريق كولينيرجيك ريسبتورز. فقال لك الدراجز مين هم الدراجز اللي هتقفل الكولينيرجيك ريسبتورز؟ قال لك والله في دراجز بتقفل الماسكارينيك اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، اللي هي دي موضوع محاضرتنا، اللي هي البارا سيمباثوليتكس، اللي هي الانتي ماسكارينيك دراجز او البارا سيمباثوليتكس. والمجموعه الثانيه اللي بتقفل النيكوتينيك ريسبتورز، اللي هي النوع الثاني من الكولينيرجيك ريسبتورز. قال لك لما تقفل الكولينيرجيك النيكوتينيك ريسبتور اللي في النيوروماسكولار جانكشن نقول عليها ايه؟ نقول عليها ماسل ريلاكسانت، ماشي؟ وما تقفل ال NN اللي هي النيكوتينيك ريسبتور اللي في الاوتونوميك جانجليا نقول عليها ايه؟ جانجليون بلوكر. دول مش هندرسهم ايه في الموديول ده، تمام؟ يبقى انا عندي الكولينيرجيك ريسبتور انتاجونست، حاجات تقفل الماسكارينيك ريسبتور اللي هي البارا سيمباثوليتكس انتي ماسكارينيك، وحاجات تقفل النيكوتينيك اللي هم نوعين. اللي يقفل ال NN يبقى جانجليون بلوكر، اللي يقفل ال NM اللي في الموتور اند بليت تبقى سكيليتال ماسل ريلاكسنت، تمام؟ البارا سيمباثوليتكس دي الدراجز اللي بتقفل الماسكارينيك ريسبتورز، ومقسمينها لايه؟ لناتشرال وسينثيتك. الناتشرال اللي هو الاتروبين والهيوسين، والسينثيتك اللي هم مشتقات من الايه؟ من الاتروبين. طلعوا ليهم سيلكتيفيتي في الاكشن بتاعهم، وليهم لونجر في الديوريشن، وليهم سايد افكت اقل من الاتروبين. نقول عليهم سينثيتك اتروبين سبستيتوتس. يبقى انا عندي البارا سيمباثوليتكس دي مجموعه من الدراجز بتقفل الماسكارينيك ريسبتورز، يا اما ناتشرال يا اما سينثيتك. الناتشرال عندي الاتروبين وعندي الهيوسين، والسينثيتك اللي هي مشتقات الاتروبين ناتشرال سينثيتك اتروبين سينثيتك اتروبين سبستيتوتس، تمام؟ وقسموهم على حسب مجموعه تشتغل على الايف هنقول عليها مادرياتيك، مجموعه تشتغل على السي ان اس انتي باركنسوليان، مجموعه تشتغل على الانتي سيكريتوري والانتي سبازموتيك على الجي اي تي، انتي اسماتيك الحاجات اللي تشتغل على البرونكاي انتي اسماتيك. فهناخدهم بالتفصيل ان شاء الله. هنتكلم على اول الاتروبين. فهو الاتروبين ده ناتشرال بلا دون الكالويد، طالع منين السورس بتاعه؟ ناتشرال سينثيتك ايه؟ ناتشرال. له هاي افينيتي الماسكارينيك ريسبتور جدا، يدخل ايه في الماسكارينيك ايه ريسبتورز. بيقفلها ازاي؟ بطريقه كومبيتيتيف. فهو كومبيتيتيف انتاجونست لمين؟ للباراسيمباثوميميتكس اللي موجود في جسمنا اللي هو الاسيتيل كولين، تمام؟ فهو كومبيتيتيف ايه؟ كومبيتيتيف انتاجونست، بينطبق عليه كل مواصفات الكومبيتيتيف انتاجونست، اللي هو بيمسك مع الريسبتورز وبيمنع ان الاجونست يمسك فيها. لكن وانس ان الاجونست الكونسنتريشن بتاعه زاد، ايه الخناقه دي؟ طالما الكونسنتريشن بتاع الاجونست زاد هيغلب الاتروبين ويزيحه من البايندينج سايت بتاع الريسبتور ويشتغل ايه؟ ويشتغل هو. والعكس صحيح، لما الكونسنتريشن بتاع الاتروبين هو اللي يبقى زياده يبقى هو اللي هيغلب، يبقى هيفضل ماسك في الماسكارينيك ريسبتور ويمنع الاكشن بتاع الاجونست، تمام؟ الكيمستري بتاعنا هو تيرشري امونيوم، زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت بتاع لما قلنا على البايلوكربين ان هو تيرشري امونيوم كومباوند. هنا برضو الاتروبين تيرشري امونيوم كومباوند. اي ما نسمع كلمه تيرشري امونيوم يبقى جود ابسوربشن من الجي تي، يبقى ميتابولايزد في الليفر، اكسكريتد عن طريق الاكسكريتد عن طريق الكيدني في اليورين، وكمان بيعدي البلاد برين بارير فله سي ان اس اكشن. يبقى دي مواصفات اي كومباوند الكيمستري بتاعه هو تيرشري امونيوم. نعرف على طول ان هو له جود ابسوربشن من الجي اي تي، بيميتابولايزد في الليفر، اكسكريتد ان يورين، اند بيعدي بلاد برين بارير. بالنسبه للديستريبيوشن يعدي بلاد برين بارير ويبقى له سي ان اس اكشن. على الفارماكو داينامكس بتاعته اللي هو الايه؟ الاكشن. فارماكو داينامك بتاع اي دراج، نقول الميكانيزم اوف اكشن وبعدين ايه الاكشنز بتاعته. الميكانيزم اوف اكشن لسه قايلين ان هو الاتروبين كومبيتيتيف انتاجونست للاستايل كولين على انهي ريسبتورز؟ ماسكارينيك ولا نيكوتينيك؟ عند الماسكارينيك ريسبتورز. بالنسبه للبارا سيمباثوليتك افكت بتاعه، يعني ما هيروح يقفل بقى الماسكارينيك ريسبتور دي ويمنع ان الاستايل كولين يمسك في الماسكارينيك ريسبتور، ايه اللي يحصل؟ هنبص نلاقي تاثير على الكارديو فاسكولار سيستم، تاثير على السموث ماسل فايبر، تاثير على السكريشن، تمام؟ تمام. نتكلم بالايه؟ بالتفصيل شويه. نتكلم بقى بالتفصيل على
الاكشنز بتاعتنا على الكارديو فاسكولار سيستم، اكشن على الهارت بالعقل زي ما قلت. احنا بنقفل الباراسمباثيك، يبقى السمباثيك هياخد الابر هاند، فيحصل ايه؟ هيحصل تاكي كاردي. لكن هو في لو دوزس عشان الاتروبين لو اكشن على السي ان اس، بيروح يستيموليت الكاردياك انهيبيتوري سنتر، فممكن يبقى فيه انيشيال برادي كارديا مع وجود الاتروبين في اللو دوزس. ممكن ده اللي يفسر اللي بيحصل مع الاتروبين برادي كارديا، مع ان المفروض انا قافله الباراسمباثيك وقافله ماسكارينيك ريسبتور، لان هو لو اكشن على السي ان اس بيروح استيموليت الكاردياك انهيبيتوري سنتر وبيعمل لي انيشيال برادي كارديا. لكن الاساسي ان الاتروبين بيروح يقفل الماسكارينيك ريسبتور اللي في الهارت والكاردياك ريت بتاعي. يعني على البلود فيزلز، المفروض ان انا ما عنديش ايه، ان البلود فيزلز بتاعتي ما فيهاش فيها ماسكارينيك ريسبتور، لكن مش جاي لها انرفيشن، مش جاي لها نيرف سبلاي ايه يستيموليت ليها، خلاص فنو افكت، لان ما فيش باراسمباثيك انرفيشن على البلود فيزلز. تمام، نيجي الاكشن بتاعنا على البلود بريشر. خدنا في المحاضره اللي فاتت لما قلنا لما ياخد اسيتيل كولين بجرعه كبيره، والاسيتيل كولين بجرعه كبيره عشان يروح يستيموليت مين؟ مش بس ماسكارينيك ريسبتور، كمان النيكوتينيك ريسبتور في الاوتونوم الجانجلي، وفي وجود الاتروبين عشان اكون قافله الماسكارينيك، فاللي يظهر بتاعي تاثير الاكتيفيشن بتاع النيكوتينيك جانجلي، وهتبقى انهي بقى الاوتونوم الجانجلي، انهي بقى بالذات كمان السمباثاتيك، لان الباراسمباثاتيك طالما انا قافله الماسكارينيك خلاص الايفكت بتاعها مش هيظهر، يبقى فتح الستيميليشن للنيكوتينيك ريسبتور اللي في السمباثاتيك جانجليا خلت يحصل ايه؟ خروج الادرينالين نور ادرينالين نيرف اندنج، وحصل ايه؟ حصل ان الضغط بتاعي يعلى. الله، معنى كده ان الاتروبين لما كنت بديه كان بريفيرس، كان من ضمن الشروط بتاعه الاستيل كولين ريفرسال، صح؟ بريفيرس الهايبوتنسيف افكت بتاع الاستيل كولين، استيل كولين وبس لا، واي حاجه ثانيه بارسين بس هوميتيك يكون لهم ماسكارينيك ونيكوتينيك، يبقى استيل كولين، يبقى كارباكول، يبقى نيوستيجمين، لان دول ليهم ماسكارينيك وليهم نيكوتينيك، دول بريفيرس بالاتروبين، كان من حتى من ضمن الشروط النادي استالكولين بلارج دوز ويكون في وجود الاتروبين. يبقى انا في الاكشن بتاعتي هنا بتاعت الاتروبين، الاتروبين افكت بتاعنا على البلاد بريشر، ده كل ده ممكن ناخده في الكارديو فاسكولار موديول، افكت على البلاد بريشر على الايزوليتد بقى بره، افكت للدراجز الاوتونوميك دراجز بتاعتنا على البلاد بريشر، لكن نبقى عارفينه عشان لما نسمعه يبقى الكلام مر علينا برده في الاوتونوميك. تمام، الاساسي بتاعي هنا ان الاتروبين بيقفل ايه؟ بيقفل الماسكارينك، واكون انا مديه باراسمباثوميتك دراج بيستيموليت الاثنين ماسكارينك ونيكوتينك، وبالتالي يظهر تاثير الاستيموليشن بتاع ال ان ان اللي هي في الاوتونوم الجانجليا، وايه ويحصل لي ريفرسال للايه؟ للبلاد بريشر بتاعي. يبقى هو بيريفيرس الهايبوتنسيف افكت بتاع الاستالكولين، بتاع الكارباكول، وبتاع النيوستجمين، اشمعنى؟ عشان ليهم نيكوتينيك وليهم ماسكارينك. اما لو كان ليا ماسكارينك بس فهو بس هيبلوك، هيابوليش الهايبوتنسيف افكت بتاع مين؟ اللي ليهم ماسكارينك بس، اللي هو كنا واخدينه ميثاكولين والبيثانيكول والبايلوكاربين. ليه؟ اشمعنى؟ عشان هما ليهم ماسكارينك بس، فيا دوبك هيقفل الايه؟ الاكشن الهايبوتنسيف اكشن، هيبلوك، يمنع ان هما يقللوا الضغط، يبلوك الهايبوتنسيف افكت بتاع البيثانيكول والميثاكولين والبايلوكاربين. ليه؟ لان ما لهمش نيكوتينك، مش هيحصل معانا ريفرس، اللي يحصل معانا ريفرس وبدل ما كانوا بيوطوا الضغط يعلوا الضغط الاستيلكولين ونيستجمين والكارباكول عشان ليهم ماسكارينيك ونيكوتينك، وشرحنا احنا الحته دي بالتفصيل في المحاضره اللي فاتت. نيجي الاكشن بتاع الاتروبين على السموث ماسل فايبر، اخدناهم ازاي؟ اي برونكاي وجي اي تي ورينري. هنيجي على الاي، هيخلي مفيش باراسمباثيك، التأثير بتاع الاستالكولين باراسمباثوميتك على الاي معدوم، يبقى هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي فيه ميدرييسيس، ماشي، وهيبقى فيه عندي لان انا عامله باراليسيس لمين؟ للكونستريكتور بيوبيل، ماشي، باراليسيس للسيلياري ماسل، ففي سايكلوبليجيا، سايكلوبليجيا انابيليتي تو فوكس للايه؟ للنير فيجن، الاكوموديشن فور نير فيجن هنا معدوم. تمام، بالاضافه ايه كمان؟ الانترو اوكلر بريشر هيزيد، مش انا عامله دلوقتي باراليسيس السيلياري ماسل وقافله الانجل بقى، فحتى ممكن يحصل في بعض الناس اللي عندهم تندنسي، عندهم استعداد او يكون عندهم ارتفاع بسيط، ممكن يدخلوا في اكيوت جلوكوما، ضغط العين يرتفع بطريقه اكيوت. تمام، طيب طالما انا عامله كمان باسيف ميدريسيس، فحتى لو انا قربت اللايت من العين بتاعته اللي هو اختبار اللايت ريفلكس بتاعنا، مش هيحصل ميوزيس،
فيبقى فيه لوس لللايت ريفلكس لان عامله باراليسيس للكونستريكتور بيبلي مصر. طب بالنسبه للاكريمال جلاند والتيرز برضو هنقلل الاكريميشن، بس مشكلتي هنا في الايفكت بتاعه على الاي ان هو لونج ديوريشن، بيقعد من 7 ل 10، الايفكت بتاعه يقعد اسبوع بحاله. العيان يقعد بباسيف متريسيس بسايكلوبليجيا بديكريز في الاكريميشن انكريز انتراكولار بريشر لوس لللايت ريفلكس، كل ده في ايه لمده اسبوع. تمام، عشان كده عملوا مجموعه جديده اللي هي السينثيتك اتروبين سبستيتوت مدرياتك، بقى مجموعه من ايه مدرياتك اقل في الديوريشن بتاعته واحسن، واقل في السايد ايه واقل في الايه في السايد افكتس، وليها معروف بنستخدمها في ايه بالظبط وهنقولها بالتفصيل. على البرونكاي هيعمل ايه؟ هيعمل برونكيال دايلاتيشن، بالاضافه انه بيقلل البرونكيال سكريشن، مش هو عكس اللي كنا متكلمين عليه في الباراسيمباثوماتيك في المحاضره اللي فاتت، ده عكسه. هناك كان بيعمل برونكو كونستريكشن وزياده في السكريشن، هنا برونكو دايلاتيشن وزياده في السكريشن. مش هو نفسه ده، مجرد قفل الماسكارين ريسبتور ومنع الاستايل كولين يمسك في الماسكارين ريسبتور بيحصل الايه؟ بيحصل الايفكت ده. تمام، لان احنا المفروض ان احنا قايلين الكومبيتيتيف انتاجونست ملهوش ايه؟ ملهوش افيكاسي. يعني لما بيمسك في ريسبتورز ما بيديش ريسبونس، امال الريسبونس اللي بتطلع دي بتطلع منين؟ نتيجه منع الاجونست ان يمسك في الريسبتور. اهو نتيجه منع الاجونست اللي هو الاستايل كولين واي باراسيمباثوماتيك كان المثل العام بياخده يعمل كده، امنع الاستايل كولين يمسك في الماسكارين ريسبتور فيطلع لي الايفكت الايه؟ الايفكت اللي قدامنا ده على الاي، على البرونكاي، على الجي اي تي. على الجي اي تي كان هنا كان بيزود الموتيليتي وكان بيزود السكريشن، هنا قلل الايه؟ الموتيليتي خلاص، وبنستخدمه كانتي سبازموتيك. بس مشكلتي هنا في البيبتيك السر في الناس اللي عندهم قرحه في المعده انه الايفكت بتاعه على الجاستريك سكريشن مش قد كده. الجاستريك موتيليتي هتقل، لكن الجاستريك الاتش سي ال لسه بيطلع بصوره ايه؟ بصوره زياده عن المطلوب في الناس اللي عندهم بيبتيك السر. عشان كده برضو طلعوا في السينثيتك اتروبين سبستيتوت طلعوا دواء تاني اسمه بايرنزبين قدامنا اهو، له سيلكتيفيتي، بيقفل مين؟ بيقفل الام 1 اللي موجوده اصلا في البارايتال سيلز بتاعه الايه؟ بتاعه الاستومك، فيقلل لي الايه؟ فيقلل لي الاتش سي ال سكريشن في الناس اللي عندهم بيبتيك السر. نيجي على اليورينري سيستم نفس الحكايه، قلت برضو ان هو هيبقى انتي ايه؟ انتي سبازموتيك، وهيقلل الموتيليتي بتاع اليورينري بلاد. يعني ايه؟ يعني الناس بالذات الاطفال اللي عندهم نوكتورنال انيوريسيس تبول ليل ممكن ياخدوا الاتروبين، وفي اللي احسن منه كمان في السينثيتك اتروبين سبستيتوت، هنقول مين احسن منه، يقلل لي الهايبر موتيليتي ستيت اللي بتحصل في اليورينري بلاد، فيقلل لي حته الايه؟ حته النوكتورنال انيوريسيس اللي بتحصل في الاطفال. بالنسبه للسكريشن طالما كان الباراسيمباثيتيك كان بيزود كل السكريشن، هاجي الاقي الاتروبين بيقلل كل السكريشن، بينهبت السكريشن بتاع اللاكريمال السليفري البرونكيال السويت جلاند، فهو بيعمل دراينس للايه؟ للممبرين، دراينج افكت على الممبرين. ده بالنسبه للفارماكودايناميك افكت بتاع الاتروبين. احنا قلنا ان هو تيرشري امونيا، فيبقى له بيعدي بلاد برين بارير، يبقى له سي ان اس اكشن. هنتكلم عليه دلوقتي. قال لك الاكشن على السي ان اس، والله بيعمل ستيموليشن لحاجات وبيعمل ديبريشن لحاجات. بيعمل ستيموليشن للاتي، يعمل ستيموليشن للكارديك انهبيتوري سنتر، ودي اتكلمنا عليها لما قلنا ازاي ان انا اتروبين يعني قافله باراسيمباثيتك ويحصل معايا براديكارديا، هو عشان كده خلاص. يبقى لو اتاخد انترافينس يعمل لي ايه؟ بيعمل لي انيشيال ايه؟ انيشيال براديكارديا عشان خاطر بيستيموليت الكارديك انهبيتوري سنتر. كمان اللارج دوز في الاتروبين بيعمل ايه؟ بيروح يستيموليت الريسبيراتوري سنتر ويديني ايه؟ تاكيبنيا، معدل الريسبيراتوري ريت ايه؟ يعلى. في التوكسيك دوزز بيروح بقى ايه؟ يعمل ايه؟ ريستليسنس، قلق، هالوسينيشن، وبعد كده كل سنترز يحصل لها ايه؟ يحصل لها اكزوشن ديبريشن وايه؟ وكوما، ويدخل في كوما. ده بالنسبه للستيموليشن، يبقى كان ستيموليشن للسي اي سي وللار سي، وفي التوكسيك دوز يعمل ايه؟ ريستليسنس وهالوسينيشن وديليريوم، وبعدين فولود بديبريشن اند كوما. طب هو بيروح يدبريس مين؟ بيروح يدبريس حاجتين، المسل تون، عشان كده انا ممكن استخدمه في الباركنسونيزم في الشلل الرعاش، عشان كان بيبقى في الناس اللي عندهم باركنسونيزم بيبقى عندهم مسل ريجيديتي فالتون بتاعهم عادي، فانا ممكن استخدم الاتروبين واطلعه سينثيتك اتروبين سبستيتوت احسن منه في علاج الباركنسونيزم انتي باركنسونيال. قال لك علشان اقلل الريجيديتي والتريمورز اللي موجوده في المسلز في الناس اللي عندهم باركنسونيزم، بالاضافه انه كمان بيدبريس الفوميتنج سنتر، يبقى له انتي ايميتك افكت ولا لا؟ له انتي ايميتك افكت.
بالاضافه انه له لوكال انستيك اكشن. ايه ده؟ خليه ايه؟ خليها على جنب. خلينا بس نبقى عارفين ان عندي بيستيموليت سي اي سي وار سي والتوكسيك افكت بتاعنا، وبي انهبت المسل تون وينهبت الفوميتنج. ايه الفوميتنج سنتر. نيجي بقى لليوزز بتاعه الاتروبين. استخدمت الاتروبين في ايه؟ استخدمته ان جنرال واستخدمته على السيستم بتاعي عشان بس ايه ما ننساش. خلاص ان جنرال استخدمته كبري انستيتيك ميديكيشن. واشمعنى ممكن استخدمه بري انستيتيك ميديكيشن قبل التخدير؟ ماشي، بري انستيتيك ميديكيشن لانه بيكاونتر اكت الاكسس فيجال تون ديورينج اوبريشن. مش انا دلوقتي قافله الباراسمباثيك يعني الفيجال تون، صح؟ فهو بيكاونتر اكت الاكسس فيجال تون ديورينج اوبريشن العمليه. كمان بيقلل لي السليفري سكريشن، بالتالي حته ان يحصل برونكو نيومونيا بتقل، وبيقلل لي البرونكيال سكريشن فبرضه يمنع حدوث الايه اللانج كولابس. الاستخدام الثاني ان جنرال خدناه في المحاضره اللي فاتت، قلت ان هو انتيدوت في التوكسيستي بتاعت مين؟ الاورجان فوسفورس كومباوند والتوكسيستي بتاعت الفايزوستيجمين. لما قلنا يحصل توكسيستي منهم، التوكسيستي منهم يعني ايه؟ بيجمعوا لي استايل كولين كتير. مين ما بيحبش الاستايل كولين وكومبيتيتيف انتاجونست اللي هو الاتروبين؟ فهو الاتروبين انتيدوت في الفايزوستيجمين والاورجان فوسفورس توكسيستي. بعد كده يوزز بقى علشان اكشن بتاعه على السيستمز، هنلاقي له يوزز على الهارت، على الاي وبرونكاي وجي اي تي يورينري وسكريشن وسي ان اس. ماشي، قال لك على الهارت ممكن استخدمه فين؟ في الكارديو فاسكولار سيستم. استخدمه في الناس اللي عندهم هارت بلوك، اللي عندهم هارت بلوك. هارت بلوك بقى نتيجه انفاركشن، هارت بلوك مع الديجيتال سوكسيس اللي هنتكلم عليه بالتفصيل في الموجود بتاع الكارديو فاسكولار. المهم انا استخدمه في الهارت بلوك وفي الناس اللي عندهم سيفير براتيكال. مش انا كده هقفل الباراسمباثيك اللي على الهارت وادي السمباثيك الابر هاند. فالناس اللي عندهم هارت بلوك او عندهم سيفير براتيكارديا ممكن ياخدوا الايه؟ ياخدوا الاتروبين. تمام. نيجي على الاي. انا دلوقتي ما اكون عايزه اعمل فحص لقاء العين فندس اكزامينيشن، عايزه اوسع الحدقه. اوسع الحدقه بايه؟ بالاتروبين. بس قال لك ايه؟ الديريفاتيفز اللي هو السينثيتك اتروبين سبستيتيوتس احسن منه، لان انا كده هقعد العيان 7 ايام اسبوع ل 10 ايام بالحل ده، ما ينفعش. خلاص، فبنقول ان ممكن استخدمه في فندس اكزامينيشن لكن السينثيتك سبستيتيوتس احسن منه. على ريسبيريشن استخدمه في البرونكيال ازم لانه بيوسع البرونكاي ولانه بيقلل برونكيال سكريشن، لكن برضه السينثيتك سبستيتيوتس احسن منه، هناخدها بالتفصيل هو الايبراتروبيوم. على الجي اي تي لسه واخدين انه انتي سبازموتيك وانتي كوليك، ماشي، وفي البيبتيك السر وانتي ايميتيك، ما هو بيدبريس الفوميتنج سنتر، فهو انتي سبازموتيك وانتي ايميتيك وانتي دايريال وفي البيبتيك السر. وقلنا ان البايرينزيبين احسن منه اللي كان بيبقى سيلكتيف ام 1 بلوكر اللي موجوده في البرايتال سيلز بتاعه الاستومك اللي بيقلل لي فعلا الجاستريك اسيد سكريشن. على اليورينري خدناه فين؟ في النكتورنال انيوريسيس، وكمان برضو كانتي سبازموديك اللي هو في الكوليك، في الرينال كوليك. وقلنا احسن منه ايه؟ الايميبرونيوم احسن منه بالنسبه للايفكت بتاعه على الهايبر موتيليتي ستيت اللي في اليورينري بلادر. قلنا الايميبرونيوم ده من ضمن السينثيتك سبستيتوتس احسن منه، احسن منه في احسن منه في السلكتيفيتي في اكشن، احسن منه في لونجر في ديوريشن، واقل في السايد افكت. تمام، نيجي في الاكشن بتاعه على السكريشن. كان بيقلل كل السكريشن، فممكن ناخده في الناس اللي عندهم اكسسيف سويتنج، عندهم هايبر هيدروسيس اكسسيف سويتنج. على السي ان اس الاستخدامات بتاعتنا على السي ان اس هو انتي باركنسونيان، وقلنا برضو هنلاقي مجموعه في السينثيتك سبستيتوتس احسن من الاتروبين. يبقى في اليوزز بتاعه الاتروبين خدنا يوزز كده ان جنرال اللي هو في البري انستيك ميديكيشن، وخدناه كمان في تريتمنت انتيدوت في الفايزوستيجمين والاورجان فوسفورس توكسيستي. خدنا يوزز بتاعته عشان الاكشن بتاعته على السيستمز بقى كباراسمباثوليتيك، على الهارت هارت بلوك وبراديكاردي. على الاي قلنا ان هو هناخده كميدرياتيك فاندس اكزامينيشن لكن المجموعات الثانيه سبستيتيوتس احسن منه. على البرونكاي برونكيال ازما والابراتروبيوم احسن منه. على الجي اي تي قلنا انتي سبازموتيك وقلنا انتي ايميتيك وقلنا انتي دايريال وقلنا في البيبتيك السر بس البايرينزيبين احسن منه. على اليورينري بلادر قلنا في النكتورنال انيوريسيس لكن الايميبرونيوم احسن منه. على السكريشن في الهايبر هيدروسيس اكسسيف سويتنج، وفي السي ان اس خدناه كانتي باركنسونيال دراج.
ايه السايد افكتس بتاعه الاتروبين؟ السايد افكتس بتاعه الاتروبين من الاكشنز بتاعته هينشف لي دراينس للماوس ماشي، وبليرد فيجن لان انا دلوقتي عامله الايه، انا عامله باراليسيس ليه السيلياري ماسل، عامله باراليسيس ليه الكونستريكتور بيوبيلي ماشي، يجي على الهارت يبقى في تاكي كارديا، ما انا مديه السمباثيك الابر ايه الابر هاند آه، كمان على الاي ممكن يعلي لي انتر اوكلر بريشر فجلوكوما ماشي آه، ريتينشن لليورين مش هو كان دلوقتي بيقول انه بيقلل الموتيليتي سواء في الجي اي تي سواء في اليورينري بلادر، فممكن يدخلني في ريتينشن في اليورين. عشان كده هما نيجي ناخد في الكونترا انديكيشن، هنشوف الكونترا انديكيشن في الناس اللي عندهم الكلام ده، يعني اللي عنده جلوكوما ما ياخدش اتروبين، يعني الناس الاولد ايج اللي عندهم اصلا انلارج بروستات وعندهم مشكله في الميكتوريشن ادخله انا بقى كمان في ريتينشن اوف يورين، يعني هو عنده مشكله ريتينشن اوف يورين عشان الانلارج بروستات اللي عنده، فما ينفعش في الاولد ايج وما ينفعش في الجلوكوما. مهم جدا الايه الكلام ده. وطبعا لو كده كده عيان عنده تاكيكارديا ياخد اتروبين ليه؟ ما ينفعش. يبقى تاني السايد افكتس بتاعتنا نطلعها من الايه، من الاكشن. الاكشن بتاعتنا على الكارديو فاسكولار سيستم انه يدخلني في تاكي كارديا، اكشن بتاعتنا على الاي حته البلير ديفيجن وانكريس في الانتر اوكلر بريشر اكيوت جلوكوما، اكشن على اليورينري بلادر اللي هو ريتينشن اوف يورين، عشان كده ممنوع في الناس الاولد ايج الميل والولد ايج عشان اللارج بروستات، وكمان حته ان هو ممكن يزود لي درجة الحرارة في الأطفال لأنه بيقلل لي الإيه؟ بيقلل لي السويتنج، الديكريز السويتنج ده يزود درجة الإيه؟ الحرارة، وخاصة في الأطفال. عشان كده هنشوف المانيفستيشن بتاعت التوكسيستي هي نفس المانيفستيشن هي بتاعت السايد افكت دي، بس بصورة إيه؟ بصورة أعنف. هنبص نلاقي العيان اللي عنده أتروبين توكس، مهم قوي الكلام ده عشان لما يجي لي سؤال وأقول المانيفستيشن بتاعت التوكسيستي ناخد بالنا منها. شكل العيان اللي جايب أتروبين توكسيستي إزاي؟ بيبقى جاي لي بدراي ماوس، بيبقى جاي لي بتاكيكارديا، وشه عامل ايه؟ وشه فلاشد مش بيل، ها وشه فلاشد، درجه حرارته عامله ايه؟ في فيفر لان في ديكريس في السويتنج ففي فيفر ماشي، عينيه اخبارها ايه؟ في ميدرياسيس تمام. يبقى مهم قوي الكلام ده. جاي لي ازاي بقى الحاله العصبيه بتاعته؟ يا اما جاي لي بريستليسنس وهالوسينيشن، او ان يكون جاي لي اصلي بايه؟ بكوماتوست تمام. فدي المانيفستيشن بتاعه الاتروبين سوكسيستي ما ننساهاش. عيان جاي لي بفلاشد وهوت فيس، الجلد بتاعه هوت والسكين بتاعه فلاشد خلاص، مهم قوي، ما هوش كولد وبالور، لا ده هوت وفلاشد سكين، وجاي لي بتاكيكارديا وجاي لي بميدرياسيس وجاي لي بدراي ماوس، انا عايزه ايه تاني عشان اعرف ان هو اتروبين توكسيستي اكتر من كده؟ بالاضافه بقى الحاله العصبيه بتاعته على حسب جابينه لي بدري ففي ريستريسنس وهالوسينيشن ومانيا، ولا جاي لي والسنترز بتاعته ديبريست وجاي لي كوماتوز تمام. ايه التريتمنت بتاع الاتروبين بويزنينج؟ والله غسيل معده ماشي، ارتفيشال ريسبيريشن، عايزه اقل درجه الحراره، اعمل كمادات بالثلج ماشي، او حتى بالالكحول تمام، عشان كل ده عشان اقلل الايه الفيفر. وبدي بقى انتيدوت للاتروبين اللي هو الايه الاجونست بتاعنا، الاجونست بتاعنا انيوستيجمين هو الايه الانتيدوت هنا. العيان لو جاي لي وهو بقى في مرحله هيجان، مرحله اكسايتمنت، مرحله مانيا، بدي ايه كمان؟ سيداتيف، بدي مهدئات تمام. تاني الاتروبين توكسيستي ما ننساش المانيفستيشن، مهم قوي، حته ان هوت فلاشد سكن، حته ان تاكي كارديا ودراي ماوس، حته ان في مدرياسيس، الكلام ده كله مهم في الاتروبين توكسيستي. مين الانتيدوت في الانتيدوت في الاتروبين توكسيستي؟ هو النيوستيجمين، النيوستيجمين هو الانتيدوت بتاعنا. كونترا انديكيشن اهي باينه زي ما احنا قلنا في الاولد ايج عشان اللارج بروستات ماشي، وكمان في الجلوكوما، الناس اللي عندهم جلوكوما علشان بيبقوا مسسبتبل ان يحصل لهم ايه جلوكوما اكتر من ايه من الناس اللي سنهم صغير. فيبقى لو انا عندي عيان عنده جلوكوما او عيان سنه كبير فبخاف احسن اديله ويحصل له جلوكوما، او عيان ميل والد ايج وانلارج بروستات، فمش هينفع ان انا ايه اديله لانه هيدخل في يورين ريتينشن. ده بالنسبه للاتروبين. اول في الناتشرال بارا سيمباسو ليتكس كان الاتروبين، كان الثاني اخوه الثاني الناتشرال اللي هو الايه الهيوسين او السكوبولامين، هيوسين او سكوبولامين. هناخده بالنسبه لايه؟ يعني هندرسه بالنسبه للاتروبين عشان يبقى اسهل ايه، اسهل لينا تمام. هنبص نلاقي ان الاتروبين كان لونج ديوريشن، هنلاقي السكوبولامين او الهيوسين شورت في الديوريشن، ده من اسبوع، ده بالساعات، ده بالايام، يعني الاتروبين ده بالايام من 7 ل 10 ايام،
الهيوسين لا بالساعات، الاكشن بتاعه من ايه؟ من 4 لـ7 ساعات. هنبص نلاقي ان الاتروبين الاكشن بتاعه دوميننت وواضح قوي، الباراسمباثوليتك افكت بتاعه واضح قوي على الكارديو فاسكولار، على الشاي تي، على اليورينري. هنبص نلاقي الهيوسين لا، نلاقي الباراسمباثوليتك افكت بتاعه واضح اكتر على مين؟ على الاي وعلى السكريشنز. تمام، الاكشن بتاعنا كلاهما ليهم اكشن على السي ان اس. الاتروبين كان ستيموليت 3 حاجات وانهبت ايه او بيدبريس حاجتين. نيجي نلاقي الهيوسين لا، هو اكتر انه بيميل اكتر انه يبقى له ايه ديبريسنت افكت، لانه بيعمل سيديشن، لانه بيعمل لي ايه هيبنوسيس، ينيمني، هديني امنيزيا للريسنت ايفنت، يخليني انسى الاحداث القريبه. كمان له انتي موشن سيكنس، مش بس انتي ايميتك، تاني انتي ايميتك فوميتنج سيد اللي له افكت بقى الكيمو ريسبتور تريجر زون، والموشن سيكنس هو الايه، هو الهيوسين انتي موشن سيكنس، بالاضافه كمان لانتي باركنسونيال زيه زي الايه زي الاتروبين. يبقى دلوقتي الديبريسنت افكت بتاع الهيوسين اعلى من الاتروبين، بيعمل لي سيديشن، بيعمل لي هيبنوسيس، بيعمل لي ايه امنيزيا للريسنت ايفنت، بيعمل لي انتي موشن سيكنس والانتي باركنسونيال، فهو مينلي ديبريسنت. له ستيمولنت افكت، ما قلناش حاجه، ستيموليت الار سي ريسبيراتوري سنتر زي الاتروبين ما كان بيعمل ستيموليشن ليه، وبرده في الـ في الـ في الاوفر دوز في التوكسيك دوز بيدخلني في اكسايتيشن في سي ان اس ستيموليشن، يعني اكسايتيشن وهالوسينيشن، ما قلتش حاجه. لكن الديبريسنت افكت هو هنا اللي ايه اللي واضح عكس الاتروبين. الاتروبين كان ستيمولنت افكت هو اللي واخد الايه الابر هاند. تمام، لوكال انستيك افكت، كان الاتروبين له لوكال انستيك افكت، اما الهيوسين ملهوش لوكال انستيك ايه افكت. ده بالنسبه للايه، بالنسبه للفرق بين الاتروبين والهيوسين. ده تاني ممبر من الباراسيمباثوليتك دراجز الناتشرال. كان عندي 2 ناتشرال، اتروبين وهيوسين. نيجي ناخد اليوزز بتاعه الهيوسين، هنبص نلاقي برضو يوزز ان جنرال ويوزز علشان في السيستمز. ان جنرال هنلاقي البري انستيك، احنا كنا واخدين الاتروبين في البري انستيك ميديكيشن، هنبص نلاقي الهيوسين احسن منه في البري انستيك ميديكيشن، لانه له سيداتيف افكت، لانه له هيبنوتيك افكت، لانه له الامنيزيا، لانه له انتي ايميتيك زيه زي الاتروبين. لكن كمان التاثير بتاعه على السكريشن اقوى من الايه من الاتروبين، فهو سترونجر انتي سيكريتوري وسترونجر انتي ايه انتي ايميتك. تمام تمام، فهو لما اجي استخدم كبري انستيك ميديكيشن هنبص الاقي الهيوسين احسن من الاتروبين. نيجي بقى على الايه على السيستمز، قلنا مش احنا قلنا ان هو سيداتيف، فاستخدمه في الناس اللي عندهم مانيا في المينيرز ديزيز عشان خاطر الموشن سيكنس اللي موجود، ها بروفيلاكسيس في الموشن سيكنس في المينيرز ديزيز، في سيداتيف في المانيا، امنيزيا في الناس اللي بتولد في الاوبستريكس، ماشي انتي باركنسونيال ايه ايجنت للناس اللي عندهم باركنسونيزم زي ما قلنا في الاتروبين. يبقى انا في اليوز بتاعتنا خدنا، بس انا عشان ايه نسهل الموضوع، خدنا ان هو بري انستيك ميديكيشن احسن من الاتروبين، وعرفنا ليه سترونجر انتي سيكريتوري وسترونجر انتي ايميتيك، بالاضافه كمان الاكشن بتاعه الديبريسنت افكت بتاع السي ان اس احسن بالنسبه لي. ما هو انا عايز العيان بداخل عمليه سيدت في سيديشن وفي هيبنوسيس وفي امنيزي، في المور سي ان اس ديبريسنت افكت ده احسن لي، بالاضافه كمان انه بيستيموليت الار سي، فانا مش خسرانه ايه مش خسرانه حاجه، يعني واخد الميزه بتاعت ايه بتاعت الاتروبين. برضو نيجي على بقيه اليوزز بتاعته، قلت مش هو سيداتيف، فهو سيداتيف في المانيا وانتي موشن سيكنس وانتي باركنسونيا وانتي سبازموتك، كلها كلام ايه كلام سهل. من الاكشنز بتاعتنا من الجدول خدنا الايه خدنا اليوزز بتاعته. نيجي بقى نتكلم على السينسيتك اتروبين سبستيتوتس. اول مجموعه هناخدها اللي هي الميدرياتيك اتروبين سبستيتوتس، مجموعه شغاله على الاي. مش احنا قلنا الاتروبين يقعد على الاي من 7 لـ10 ايام؟ يعني انا عشان ادخل عيان اعمله فاندس اكزيمينيشن اقعده 7 ايام عنده بلارسس في السيلري ماسل وعنده بليرد فيجن وعنده بلارسس في الكونستريكتور بيوبيلي وادخله في الجلوكوما، يعني ادخله اعرضه لحاجات كتير عشان اعمل فاندس اكزيمينيشن، فطبعا ايه مش هينفع. فطلعنا ايه سينسيتك اتروبين سبستيتوتس ثانيه. عندي مين؟ عندي اخوات الاتروبين على الاي، عندي هوماتروبين تروبيكامايت سايكلوبنتوليت اند يوكاتروبين اللي هو في اخر الجدول ده. يبقى عندي اول واحد اتروبين، وبعدين اخواته هوماتروبين
تروبيكامايد سايكروبنتوليت ويوكاتروبين. كلهم بيعملوا ميدريسيس، بس مين فيهم بقى هيعمل باراليسيس للسيلياري ماسل؟ مين فيهم هيعمل سايكلوبليجيا؟ ما اقدرش اعمل اكوموديشن فور نير فيجن، هيعمل باراليسيس للسيلياري ماسل. ماشي، مين هيعمل سايكلوبليجيا؟ فالاتروبين بيعمل سايكلوبليجيا. يبقى دي الفروقات اللي بينهم، مين في الديوريشن هل هتفرق معايا، مين فيهم بيعمل سايكلوبليجيا. ماشي، اليوزس يا ترى هستخدمه في الفندس اكزامينيشن ولا استخدمه في حالات الايرايتس، التهاب الايريس يعني ايرايتس. هنلاقي بص الاتروبين عشان هو الافكت بتاعه طويل، فانا افضل ان انا ما استخدموش في الفندس اكزامينيشن، استخدمه في حاله زي حاله الانفلاميشن بتاعه الايه بتاعه الايريس، عشان انا كده استفدت بالايه باللونج ديوريشن بتاعه. خلاص تمام. الهوماتروبين اقل في الديوريشن، بيقعد يوم 24 ساعة. السايكلوبليجيا موجودة بس مش زي الأتروبين. لما هاجي هستخدمه استخدمه في الفندس ايه؟ في الفندس اكزامينيشن، ما استخدمهوش في الايرايتس. يبقى انا في الايرايتس انا عايزة حاجة لونج في الديوريشن، فاستخدم الأتروبين. المجموعات اللي باقية كلها لا، استخدمه في الفندس اكزامينيشن. خلاص، مين اللي ملهوش سايكلوبليجيك افكت خالص؟ الاخراني اللي هو اليوكاتروبين. وهي الحاجات دي اللي بتيجي عشان اسئلتكم سي ام سي كيو، فهي دي بيبقى متوقع ان الاسئله تيجي في النقط دي. ماشي، كل اللي جاي له ماسكارينيك افكت ما عدا فلان له ماسكارينيك ونيكوتينيك، كل اللي جاي ما له مانيكوتينيك افكت ما عدا فلان. ماشي، ده بالنسبه للمحاضره اللي فاتت. هنا نقول كل اللي جاي بيعمل سايكلوبليجيا ما عدا، هيبقى ما عدا مين؟ اليوكاتروبين. ماشي، سايكلوبليجيا موجوده في كل اللي في كل اللي جاي ما عدا مين؟ ما عدا اليوكاتروبين. تمام تمام، فسهل الكلام، سهل وما فيهوش ايه، وما فيهوش اي مشكله ان شاء الله. فدي اول مجموعه، المجموعه بتاعتي على الاي كانت الاتروبين الهوماتروبين تروبيكامايد وسايكلوبنتوليت واليوكاتروبين. المجموعة الثانية اللي هي الانتي سبازموتيك وانتي سيكريتوري، عايزين نقلل فيها يا جماعة الايه اسامي الادوية على قد ما نقدر. انا بس بنقول ان في حاجة اسمها هايوسين بيوتايل بروميد اللي هو البوسكوبان اللي موجود في السوق. ماشي، ده عشان يقلل الايه، كنا بناخده في الكوليك بتاع الجي اي تي، الكوليك بتاع البايل داكت اليورينري كوليك، فهو مور بوتنت واقل في الايه في السي ان اس سايد افكت عن الاتروبين، هو احسن من الاتروبين في كده. ماشي، بوتنت اكتر على الايه، عن يفك الكوليك، وفي نفس الوقت الافكت بتاعنا السي ان اس والسايد افكت بتاعتنا اقل. ماشي، مش مشكله يعني البروبانتيلين والاكزوفينونيوم مش مشكله ان عشان ليهم جانجليون بلوكينج اكتيفيتي انا يعني ايه نعدي رقم 2 ده. يبقى انا بس ابقى عارفه ان في حاجه اسمها بوسكوبان اللي هو الهايوسين بيوتال برومايد، وده اللي معروف ان هو انتي سبازموتيك، اقوى من الايه من الاتروبين واحسن منه، اقل في السايد افكت. خلاص، النوع الثاني اللي هو رقم 3 ده هو اللي يهمني اللي هو البايرينزيبين، اتكلمنا عليه برضو واحنا بنتكلم في اليوزز بتاعه الاتروبين. قلنا ان هو سيلكتيف ام 1، بيروح يقفل الماسكارينيك 1 اللي موجوده في البرايتال سيلز بتاعه الاستومك، فهو احسن من الاتروبين في علاج طبعا هو في البيبتيك ألسر ما بنستخدمش خالص لا بايرينزيبين ولا اتروبين. ايه المجموعات؟ معروفه البروتون بامب انهبيتور والاتش تو بلوكر، والكلام ده تاخدوه في الجي اي تي موديول. لكن لازم نبقى عارفين ان في سينثيتك اتروبين سبستيتوت اسمه بايرينزيبين احسن منه، اصل سيلكتيف ام 1. هو ده السؤال ممكن يجي في كده، مين في اللي جاي سيلكتيف ام 1 بلوكر؟ هو الايه؟ البايرينزيبين. ماشي، والرقم 4 برضو عشان هم عشان السيلكتيف بلوكينج مش اكتر من كده، مش بيقفلوا كل الماسكارينك ده، في اللي بيقفل ام 1 بس اللي هو زي البايرينزيبين، وفي اللي بيقفل ام 3 اللي هو الداري فيناسين وسولي فيناسين. الداري فيناسين سولي فيناسين دول بيقفلوا الايه؟ بيقفلوا الام 3، عشان كده ليهم انتي كوليك افكت قوي، بستخدمه في الرينال وفي الانتستينال ايه وفي الانتستينال كوليك، ليهم سيلكتيف بلوكينج على الام 3. المجموعه اللي هي الانتي باركنسونيا، بنقول مين احسن من الاتروبين في الباركنسونيزم؟ الاحسن منه اللي هو البنزوتروبين وتراي هيكسفينيدايل. خلينا في البنزوتروبين، ابقى عارفه اسم واحد فيهم، البنزوتروبين بيقلل الموتيليتي في اليورينري بلادر، فاخدناه في النوكتورنال انيوريسيس، طلع لنا في السينثيتك اتروبين سبستيتوتس واحد احسن منه اللي هو الايمي برونيوم. ايمي برونيوم ماشي، في اليورين انكونتيننس تبول الراديو والنوكتورنال انيوريسيس التبول الليلي اللي في الاطفال. قلنا استخدمنا الاتروبين في الايه
في البرونكيال أزمة، لكن قلنا أحسن فيه وأحسن منه الإبراتروبيوم في السينثيتك أتروبين سبستيتيوتس. مين أحسن من الأتروبين؟ الإبراتروبيوم أحسن منه طبعا، لأن هو برونكو دايليتور وبرضه هقلل السكريشن ما قلناش حاجة، لكن ما بيعملش باراليسيز في السيلياري موفمنت، السيليا اللي جوه البرونكو اللي كانت بتطرد أي أجسام غريبة. فالأتروبين كان بيعمل إيه؟ باراليسيز في السيليا دي. هنا بقى الإبراتروبيوم ما بيعملش باراليسيز للسيلياري موفمنت، ماشي؟ كمان ما بيعمليش does not cause dryness للبرونكيال secretion. يعني كده اصلا كده كده الناس اللي عندهم برونكيال اسما دول بيبقى عندهم thick والsecretion بتاعتهم بتبقى thick وdifficult to expel، ما بيقدرش يطلعها، ماشي؟ فهنا ما بيعملش dryness للبرونكيال secretion، ما بيعملش paralysis للسيلياري movement. فانا بستخدمه وبستخدمه في ايه؟ by inhalation. مهم قوي النقطه دي، ما جيش اقول في ترو اور فولس وانا الاتروفينت او انا طبعا مش هقول اتروفينت، هقول ابراتروبيوم الاسم العلمي بتاعنا. الابراتروبيوم ده بستخدمه اورالي في التريتمنت بتاع البرونكيال ازمه، ده كلام مظبوط ولا مش مظبوط؟ لا مش مظبوط، لانه ما بيستخدمش اورالي، ما هوش ابسوربد من الجي تي، بستخدمه باي انهاليشن. فيا جماعه لما نيجي نحل اسئله الام سي كيو سواء في الاختيارات سواء صح او غلط، نقرا الجمله للاخر، ممكن كلمه واحده هي اللي مبوظه الجمله، ماشي؟ يبقى واخدين بالنا من النقط دي كويس. يبقى خدنا سينثيتك اتروبين سبستيتوت، خدنا مجموعه مدرياتك، وخدنا مجموعه انتي سبازموتك وانتي سيكريتري، وخدنا مجموعه انتي باركنسونيال، وخدنا مجموعه اللي بتقلل اليورينري بلادر اكتيفيتي، وخدنا مجموعه اللي استخدمها في البرونكيال ازما. دي سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا.